الكومنت، منا تكونوا بخير وعلى خير كاملين، ولقاكم الفيديو ديال اليوم بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم العشاء ديال اليوم اللي غادي نحضروا اليوم. غادي نصايب مكرونيس، هادو مكرونيس بالكفتة وشوية ديال الخضرة. كتعرفوا ان ديالنا ما كيبغوش ياكلوا الخضرة خصوصا يعني فاش كتكون باينه في الطبق، داكشي علاش هذا الطبق ديال المكرونيس كياكلوه بلا ما كيحسوا بان راه كاينه الخضره. المهم نتوما تقدروا تعملوا الخضره اللي عندكم، اذا كانوا عندكم هادو اللي عامل انا مزيان، ما كانوش ماشي بالضروره تقدروا تعملوا غير بصله ولا غير البصله وخيزو ولا غير، المهم اللي عندكم هي البصله ضروريه. شنو غادي نحتاجو؟ غادي انا عندي نص كيلو ديال الكفته، مكرونيس على حساب عدد الافراد ديالكم، يعني نتوما كتشوفوا واش بغيتوهم كثار ولا قلال، حتى الكفته على حساب عدد الافراد. المهم انا غادي نقول لكم شنو المقادير ديالي انايا. انا عندي 400 غرام ديال المكرونيس، غادي نحتاج عندي نص كيلو ديال الكفته، عندي هنايا بصله مشلضه، عندي شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الفلفله خضراء، وعندي شويه ديال القرعه محكوكه وشويه ديال خيزو محكوك. وغادي نحتاجو صلصه ديال المطيشه، صلصه ديال الطماطم، غادي نحتاج واحد تقريبا كاس ديال هذا ديال القشده الطريه ديال اللي كنطيبو بها، يعني ناطا باراكوسينار. وغادي نحتاجو في التوابل، غادي نحتاج الملحه، غادي نحتاج الملح، غادي نحتاج البزار، وغادي نحتاج شويه ديال الفلفل الاحمر، وغادي نحتاج شويه ديال القرفه. داكشي اللي قلت لكم راه مكرونيس من نوع اخر، لان كنعرفوا مكرونيس ما كتكونش فيهم قرفه، ولكن هادو غادي نديرو فيهم قرفه لان كتجي زوينه. غادي نحتاجو القزبر اليابس، الا عندك القزبر والمقدونيس الطريين مزيانين، الا ما كاينش ممكن تستعمل المجفف. وغادي نستعملو الثومه المجففه صافي، وشويه ديال الكمون، شويه ديال الجوزه. وغادي نحتاجو البهاكا، البهاكا هي الحبق، غادي نحتاجو الحبق يابس. للتزيين غادي نحتاجو الفروماج محكوك، غادي نحتاج جوج ديال البيضات، وغادي نحتاج الجبن هذا طبيعي جوج معالق تقريبا كبار صافي. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه نعمل المكرونيس يتسلقو ليا. غادي نخليهم يتسلقوا تقريبا بين 5 حتى 7 دقائق، ما يطيبوش بزاف يعني يبقاو شويه قاصحين من الافضل. ندوز باش نوجد الكفته. غادي نعمل مقله، غادي نعمل فيها شويه ديال الزيت ديال الزيتون صافي، غير شويه ما نكثروش الزيت، والفلفل يتشحروا لينا. نخليو الخضره تشحر، البصله والفلفله حتى يهبطوا، عاد نزيد عليهم الخيزو والقرعه، القرعه الخضراء هذه القرع الاخضر. نعمل شويه ديال هذا المقدونس والقزبر جافين، الا كانوا عندك هذو الطريين ممكن انك ديريهم كيكونوا احسن. المهم التوابل على حساب الذوق، كل كيدير التوابل على حساب الذوق ديالو. مرة نبقاو نحركو هذه. دابا غادي نزيد شويه البزار، غنزيدو الفلفل الأحمر تحميرة، الكركم يعني نحركو من البلدي يمكن كركم، غادي نزيدو شويه ديال الكمون، غنزيدو شويه ديال الثومه الجافه حتى هي كتجي زوينه. والقرفه واحد راس معلقه صغيره، غير راس ديال معلقه صغيره ديال القرفه، هي اللي كتعطي فيه واحد المذاق مختلف على المكرونيس العاديه.
دابا غطينا البصله ديالنا هي وكلتنا، غادي نزيدو الخضره الاخرى اللي عندنا. اي خضره عندكم بغيتو ديروها راه ممكن تستعملوها. سمحوا لي نسيت نديرو الملحه، الملحه على حساب الذوق. دابا تسلقوا لي المكرونات خصنا نصفيهم من الماء، ودابا غادي نخلط الكفته مع دوك هذه التوابل اللي عندي، غنخلطها مزيان. I can only imagine us together side by side. ونزيدها فوق الخضره. نحاولوا حنا ما نخليهمش يطيبوا بزاف، راه مازال قاصحين شويه، المهم يكونوش عاود رطبين وما يكونوش قاصحين. نفس الطنجره فاش سلقناهم يعني خاويه، نحيدوا منها الماء تكون خاويه، نعملوا فيها المكرونه نعاودوا نحطوهم فيها. هذيك الصلصه ديال الماطيشه اللي عندنا شي زلافه صغيره هكذا، ملي زدنا فيهم الصلصه ديال الطماطم، دابا غادي نزيدوا القشده، القشده الطريه تقريبا 200 مليلتر اللي هي تقريبا كاس ديال العنبه، قشده طريه ديال الطياب ماشي ديال الحلوه، ونخويوها حتى هي. نخلط هاد، شفتوا كيفاش كتجي، نخلطوها ودابا نديرو فيها التوابل ديالنا، نشعلوا ليها البوطه، نشعلو يعني مهيله، يعني نخليو العافيه ناقصه شويه، ونخليوها الصلصه ديال الطماطم والقشده الطريه. غادي نزيد شويه الملحه، الملحه على حساب الذوق دائما، ولكن ما نكثروهاش. غنزيد شويه ديال البزار، فلفل اسود غير شويه حتى هو، وغادي نزيد البهاكه اللي هي الحبق، الحبق اليابس، غادي نزيد غير شويه، غادي نحكها بين يدي بحال هكا مثلا شويه، صافي. هادشي اللي عندنا غادي نخليوها غير بحال غير تغلى واحد شويه، صافي ونزولوها. ما نساوش الكفته ديالنا، صافي راه وجدات، نخليها باش تبرد شويه. غادي ندير الفران يسخن على درجه ديال 180. دابا غادي ناخذ جوج بيضات غنعملهم هنايا، راه ممكن تستغنوا على الباتور، يعني تاخذوا غير هاد المقادير اللي غنعمل انا هنايا، تعملهم في واحد الزلافه وتطربوهم باليد بالفرشيطه مزيان. عملنا جوج بيضات، جبن جبن شويه ديال هذه البوزه نويس موسكارا، البوزه غادي نزيدو غير شويه، الملحه شويه ديال البزار، فلفل اسود، تبقى لنا ديك 5 دقائق باش تطيب كامله، باش تحمر مزيان، وهذا نعملو فوقها، نجبدوها من الفران، نعملو فوقها الفروماج محكوك، ونرجعو ندخلوها واحد 3 دقائق غير يذوب لنا الفروماج، يعني ما يتحمرش بزاف ولا يتحرق. دابا ندخلوها الفران، وملي طيب لنا المكرونيز ديالنا بالكفته نرجع معكم.
البنات هاني جبت دابا من الفران صافي، راه ما بقى لها والو طيب. دابا غادي نعمل فوقها الفرماج محكوك تقريبا جوج حتى ثلاثة دقائق، ونعاود ندخلها غير دوب شويه الفرماج صافي ونخرجها. شفتي كيفاش كتجي؟ راه كتجي زوينه وكتجي المذاق ديالها لذيذ، يعني كتجي زوينه. غير جربوها ما تردوش انكم تجربوها. نقول لكم دابا بسلامه عليكم، تهلاو لي فروكتكم بزاف بزاف. وقبل ما نقول لكم بسلامه، شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى الدعم وعلى التشجيعات ديالكم. شكرا 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 لكم بزاف، وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.